من المعلوم أن المرأة يأنس أكثر ما يأنس لإخوانه وأهله حين الطعام، حين يجلس على سفرة واحدة، وهذا أمر يلحظه كل واحد منا، حتى أن العرب قديما إذا وضع طعاما ينادي حتى ينادي خادمه ليأكل معه، لأن المرأة يأنس إذا وضعت سفرة الطعام فيجلس معه غيره. وفي العقود الأخيرة، لا سيما في العقدين الأخيرين، مع كثرة هذه الملهيات من الإنترنت وغيره، أضحى الجلوس على سفرة واحدة في الأيام يعني يكاد يكون أمرا متعسرا في كثير من الأسر. كثير من الأسر لا تجد ذلك، لاختلاف لانشغال الناس بهذه الملهيات، وانشغال الناس كذلك بأعمالهم ونحو. فيقول هذا، ولا أذكر أين سمعته، يقول هذا: فهذا الشهر الكريم هو الشهر الوحيد الذي تجد أن الأسرة جميعا تجتمع على سفرة واحدة لتناول الطعام، وهذا والله صحيح.